رفقك يا نوري، لا تلعب فيني على روح وضاع. انت وعدتني يا اخي وانا عند وعدي، وحقك رح تاخده من هالعين قبل هاي العين. امتى يعني؟ بكره. مروا لعندي بكره الصبح وبتاخذ المصاري. هيك انا مضطر كثير يا نوري. لك شو بك مروان؟ شو بك؟ لا تكون لحوة. عم اقول لك بكره يعني بكره. ماشي، بس بكره اخر موعدها. خلص قول ان شاء الله. ان شاء الله. طولي لي بالك بس اليومين، إن شاء الله بأمن المصاري وبحكي مع الدكتور ومنحدد موعد العملية. بس أنت قوي حالك، رح أجيب لك مي مشان تاخذ الدواء. هي سلاف، شو صار معك؟ طمنيني. غافلت أمي وخبيتهم على السقيفة. الله يسامحك على العملة، وبلكي أخوك طلع عالسقيفة اشتغل له شي شغلة فيها. في قرنة عالسقيفة بجنب خزان المي، قد ما دوروا ما رح يوصلوا له. يلا قوام، خلينا نمرق وناخد الشناطي، لازم نطلع برات البلد، نفركها من الوش. أنت متأكد من هالجوازات؟ لك شو مفكرتيني عم ألعب؟ هدول جوازات ون واي، يعني لمرة واحدة فقط، بس نسافر بنرميهم هنيك، وإلا ما نلاقي طريقة لنرجع فيها على البلد. مشينا يلا، مشينا يلا. احترامي سيدي. اكيد اللي بيطلع مع صرفة الارتيستات وش الصبح بيكون نايم، لهلا ما في ولا حركة بالبيت. وانت الثاني ليش ما عم ترد؟ لو شو بدك هلا؟ ليش هيك فيقتني من النوم؟ هذا نوري قافل موبايل وما في حدا بالبيت. لك هي انا واقف قدام الباب، لا هو لا مرته هون. صار لي يومين عم بيجي مثل ما قال لي وما عم بلاقيه. الله يوفقك يا عاصي، الله يوفقك ليلي حل. لك شو هاي لاقي لي حل؟ شو بدك يعني هلا؟ بدي مصاري لك عاصم، بدي مصاري. لك امي تعبانه ولازم فوت على المستشفى. شو؟ هو قدامك وعدني. اسمع، انت بتتصرف معه، انا ما رح اصبر عليكم. ها ماشي مثل ما عم بقول لك. اسمع، معك للمسا. قل له ها. لك يقطع عمرك بهالموديل، فقست لي نومتي.
أنا الرائد هشام للأمن الجنائي يا عاصم. البيت كله محاصر. بنصحك تسلم حالك بدون أي ممانعة. الله يسلمك استاذ مالك، شكرا. لا فتشنا المزرعه وما عثرنا على اي شيء، حتى على موبايله ما في اي ارقام، لا صادره ولا وارده، ومو تارك لنا ولا رقم على الذاكره. ماشي ماشي، صعب كثير وبكون عندك بالنيابه ان شاء الله. الله معك، مع السلامه. احترامي سيدي. علي جميل، شو هي جيتي من المستشفى؟ الحمد لله الحاله سليمه. ايه الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. بدك تعرف لي بمصادرك الخاصة عاصم مين كان يقعد معه بالكازينو؟ حاضر سيدي، في شي غيره؟ سلامة قلبي. احترامي. الله معك. خير يا جماعة؟ والله موتين واحد هو. هي برقية من مركز العبور على الحدود التركية. جوازات السفر المسروقة يلي باسم نديم عبد الرحمن ومرته سارة في مين استخدمهم وغادر البلد قبل ما توصل البرقية تبعنا. هذا اللي كنت خايف منه. بس يا ترى اللي استعملهم له علاقة بحادثة سرقة المصاري والذهب؟ احتمال وارد، لأنه ممكن يكون سرق الجوازات وجهز حاله وعمل سرقته الثانية الكبيرة. على كل الأحوال نحن حطينا المزرعة تحت الحراسة. أنا بدي روح شوي لعند رئيس النيابة، برجع بشوفك المسويات مشان نقيم كل شيء صار. هو حطني أمام خيار صعب. ما ترك لي أي خيار تاني. كانت كل تصرفاته يا قاتل يا مقتول. طيب سيدي، ليش لك انت متضايق؟ لانه كان بدي اياه عايش. موته عرقل القضيه يا نقيب فوزي. ما بعتقد بعد ما قتل رح نقدر نوصل لشيء. هلا مليونين ليره ممكن يكونوا تصرفوا فيهم، بس 3 كيلو ذهب و100 الف دولار الا ما نمسكهم، خاصه بعد ما عممت على كل محلات صياغه ومحلات صرافه. أنا لهلأ ما عم بغيب عن بالي هذا السؤال. مين هدول اللي سرقوا جوازات السفر وغادروا البلد؟ ليش لحتى يسرقون؟ وليش لحتى يغادروا؟ خلينا نشوف كاميرات المراقبة تبع الحدود، إذا كانت الصور واضحة إلا ما نوصلهم. بس تأخروا بالجواب على الورقية. يا سيادة الرائد، أنت يلي مستعجل كتير، أنا برأيي تروح على البيت وترتاح، يعني الشيء اللي مرقت فيه اليوم ماله قليل. بس يطلع معهم صور من الكاميرات، خليهم يحولونا اياهم لفوتوغراف. ماشي سيدي، صباح الخير. وانت منيح.
كيفك هلا يا امي؟ مشان الله مشان الله طولي بالك شوي، بس هاليومين خلاص انا الرب جيب المصاري ومنحدد موعد للعمليه، ولا تخافي. التحريات اللي عملناها تقاطعت مع بعضها، يعني اللي سرق جوازات السفر وغادر فيها هو نوري ومرته سلاف، وصورهم اتطابقت مع الصور اللي عنا من مركز الحدود. صرنا 3 شهور يا فوزي، 3 شهور عم نفتح باب ونسكر باب، ولهلا ما في نتيجة. قدرنا نعرف مين سرق الجوازات، بس لهلا ما عم نعرف إذا كانوا شركاء لعاصم بالسرقة ولا لا. لأنه ما عنا بصمات لأصحاب سوابق إلا بصمات عاصم، وعاصم انقتل وراحت كل المعلومات معه. انا القصه انه ما بدي اياهم ينفذوا بالسرقه حتى لو شو ما عملت. مرني سيدي، كمل جمع معلومات عن نوري وزوجته وحصلوا لي على بصماتهم وقارنوهم مع البصمات اللي لقيناها على شباك مطبخ الفيلا اللي انسرقت. خلص ان شاء الله ما بيكمل النهار الا لتكون المعلومات كلها عندك. فوزي انتبهوا، ما تسالوا حدا بخصهم، ما بدي حدا يخوفهم اذا فكروا يرجعوا. حاضر سيدي. مين؟ افتح يا رجل شباب. يا عقير يا واطي. لا يا مروان لا، هدي هيك بتقابل رفيق عمرك؟ هلا هلا فاهمك كل شيء. طمني، كيف امك؟ امي ماتت من تحت راسك. لا حول ولا قوه الا بالله، وحياتك وحياتك على الغالي رح فاهمك كل شيء، بس بلاها الفضايح بالشارع. معي مرتي، ممكن جيبها؟ ماشي جيبها. طيب رح جيبها. يلا سلاف يلا. نوري خليني اروح لعند اهلي وانت بتدبر حالك هون. لك يا حبيبتي ما نرجع نعيد ونفتئ، هذا امن مكان ممكن نلتجئ له. هلا هون امن من اهلي؟ لك وثقي فيني مره واحده، بعدين امه ماتت. شو ماتت؟ لك ايه ولي، يعني انا هلا جاي. لك شو انت وما انت، خلينا نمشي يلا بسرعه. هلا الامور صارت متسلسله بشكل كتير منطقي. سرقه الجوازات، وقت المغادره، والصور، وبصمات نوري يلي لقيناهن على الشباك المخلوع اللي حاولوا يدخلوا منه لما بدهم يسرقوا. ما بقي غير صاحب البصمه الثالثه، بس غالبا ما رح نقدر نمسكه لحتى نمسك نوري. يا ترى لساته برات البلد ولا رجع متخبي بشي قرنه؟ طالما لهلا ما في معلومات بتاكد انه الذهب طلع معهم، معناتها قد ما طول رح يرجع. بعدين المعلومات عنه وعن زوجته صارت عنا متكامله، يعني هلا صار في مهمتنا بس نعرف اذا كانوا جوات البلد ولا برا. مثل ما قدرنا نجمع هاي المعلومات رح نشتغل أكثر ونجيب الخبر الأكيد. الله يعطيك العافية يا نقيب فوزي، أنا بكرة الصبح رح أطلع لعند رئيس النيابة، فما بيجي قبل العشرة، إذا جد شي خبرني. حاضر سيدي. يا صاحبي، نحن مو اتفقنا هيك نبعد عن بعض فترة مشان العين؟ وأنا قلت لك إنه أمي بدها عملية ومحتاج مصاري، وأنت وعدتني إنه تاني يوم تجيب لي إياهم. يعني عاصم ما أعطاك المصاري؟ وحياة عيونك عطيته لعاصم المصاري بيدي وقلت له وصل له اياهم لمروان، لانه انا مضطر اسافر برات البلد. واذا ما صدقتني هاي سلاف، سالها لسلاف، مزبوط ولا لا؟ هلا لما عرفتوا انه عاصم مات حطيتوا كل شيء بظهره؟ قل لي كمان انه الذهبات والمصاري كانوا مع عاصم، ما بتعرفوا وين خباهم؟ لا الذهبات لا يكلك فكر ابدا، الذهبات بيدي انا خبيتهم، بس الدولارات ايه. شو ايه؟ اخي انا مالي مضطر اكذب عليك وماني مضطر اجي لعندك لهون. لا حبيبي انت مضطر، اصلا لو لقيت محل تاني ما كنت جيت لهون. بعدين تعال لي، من امتى مرتك تعرف عن السرقه؟ اخي من بعد ما سافرنا انا وياها اضطريت خبرها مشان نهرب الدولارات، بس انسرقوا بالاوتيل اللي كنا نازلين فيه.
آه طبعاً، مثل ما نحن منسرق في غيرنا بيسرق عادي. والمطلوب حبيبي؟ المطلوب يعني نضيف عندك كم يوم، تعرف نحن رفقات عمر وبخاف المباحث تكون عم تسأل عنا، يعني البيت اللي كنا مستأجرينه ما بنقدر نروح عليه. اسمعوا لك نوري، بكره بتجيب الذهبات بعدين تعال هون. كان في 2,000,000 ليرة سوري، وينهم؟ ولك كلهم سرق، يعني صرفنا شوي بس الباقي انسرقوا. بعدين لا تاخذنا بالعبطه، ما بدك تعشينا؟ اسمعوا لك نوري، صلي على النبي. اسمع صلي على النبي، لا تتشاطر علي، انا صرت حرامي على ايدك بس مشان امي، بالاخير تروح امي وضلني حرامي بدون ولا شيء. لا والله ما حصرت. طول بالك طول بالك طول بالك واخذ الشيطان، فكر فيها بالعقل. لو معنا مصاري ما كنا اخذنا احسن بيت وقعدنا فيه؟ لك نحن المكان الوحيد اللي التجأنا له هو بيتك. ليه؟ لانه بنحس انا وهالمخلوق انه هو بيتنا. شو ما كنت معقول. ماشي يا نوري ماشي، بس مشان مرتك فوت حطوا اغراضكم جوا لبيلا ساوي عشاء. ما قلت لك حنون؟ لا معلش انا بساوي، بس دلني على المطبخ. مطبخ جوا. الله يخلينا ياكل حبيبه انت كذاب. هلا نحن قديش رح نبقى هون؟ لحتى نصير نقدر نمشي بالشارع طبيعي. معقول صير هون وما اشوف اهلي؟ سولف لا تجني، اللي اتفقنا عليه لازم يمشي. نمشي بس كل شيء له اخر. طقت روحي من الهريبه والتخباية. طفينا هالضو خلينا نعرف ننام. نوري انسى موضوع اهلي، انا كيف بدي اتحرك بهالبيت؟ ما فكرت بهالشيء؟ كيف بدك تتحركي؟ بتتحركي طبيعي، بعدين ليكني معك، وين بدي اطير؟ يا نوري فهم علي شيء مره بس، مشان الله طفينا الضو وخلينا ننام. مو معقول شو بتلتي. ما قدرنا نحصل على اي معلومه تثبت انهم هون. ما لنا غير المراقبه يا نقيب فوزي. ونوري انسى امره، لانه ممكن يضل مختفي فتره طويله اذا كان هون وبيقدر ما يتصل بحدا. بس مرته سلاف مستحيل تقدر تقعد لحالها الا ما تتصل باهلها، وعن هالطريق بنقدر نوصل لهم. قصدك انه نحط بيت اهلها تحت المراقبه؟ بالضبط، ومو بالضروره مراقبه 24 ساعه، يعني بكفي من 8 لل 11 12، بس قد ما طولت المراقبه ما لازم نقطعها. خلص سيدي، من هلا انا بنظمها ولا يهمك. يسلم ايديك يا سلاف، والله ما في مني همة. تسلم. ذكرتيني بتطلعت امي الله يرحمها، هيك كانت طلعتها لما احكي معها، كلها حنيه. الله يرحمها. لك اخ، الله يلعن ابو هالطريق اللي مشينا فيه. انا خايف انه امي تكون ماتت وهي غضبانه علي. يعني انت لو لوضع امك ما كنت سرقت؟ اعوذ بالله. لا الدكتور كان يرحمنا، لا المشافي الخاصه كانت ترحمنا وتتفهم وضعنا. حالي بتعرفي سلاف، انا عندي قناعه انه الام والاخت والزوجه بينفدوا بالدم وبينحطوا جوات العين، مو لانه انضلع قاصر، لا لانه كتله حب وحنان. نحن بدونه ما بنسوي شيء. كنت عم دير بالي على امي. الله يطعمك بنت الحلال. شكرا. خلينا نطلع نشرب قهوه، هلا بتكون نوري باش. يلا. شو نوري؟ اليوم المسا بتروح بتدلني على الذهبات. لك لشو هالمخاطرة وتطلع من البيت يا مروان؟ بهي الطريقة تثبت لي حسن نيتك. كونه يعني صرت حرامي ومشي الحال. طيب مثل ما بدك. لشو رأيك تخليها للمساء؟ ماشي الحال. وأنا رأيي إنه سلاف تروح تطمن على أمها، وكمان بتلملم أخبار إذا حدا بيسأل عنها.
لعند امها لا. شلون لا؟ هي ام لك نوري، ام. هي مرتي يا صاحبي. بعدين تعال اقول لك، انا وصلتك تدخل بيناتنا ليكون وصلتك ونسيان. لا بس انا حاس فيها. دخيل احساسك. شو رايك تخلي لي احساسك على جنب؟ ليش؟ اللي عم يحكيه مروان مزبوط. انتوا بتروحوا لحتى تدلوا على الذهبات، وانا بروح بشوف امي وبجيب اخبار. يا مدام انا قلت لا يعني لا. هلا انا شو ذنبي انحبس بهي الطريقه؟ اصلا لازم ضلني عند امي. شو رايك تغيرينا هالمحطه وتتركينا من هالحديث؟ لا يا نوري، حديث الام ما بينترك. لك هي ام، ام. يلا خفه مروان وصلنا. ليه؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله. في مروان وين الذهبات؟ الله وكيلك بيدي حطيتهم للذهبات هون. شو هالحظ هذا؟ عاصم انقتل والمصاري طاروا، هي الذهبات راحوا وامك ماتت. شو هالحظ هذا يا زلمه؟ اسمعوا لك نوري، هاش تكذب علي؟ قل لي انك اخذت الذهبات وخلاص. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟ انا اخذهم للذهبات؟ الله وكيلك راحوا ولعيونك، راح اعوضك بعمليه اهم من هي، واعوضك على كل مصاري اللي راحوا. شو بك يا زلمه؟ المصاري بيروحوا وبرجعوا، المهم البني ادم. يقبرني ربك. خلينا نمشي هلا، خلينا نمشي. روح ماشي. شو سكرت الباب وأمنت منيح؟ ايه سكرته. وينه مروان؟ شو هالسؤال هاد؟ نوري وينه مروان؟ وعلى شو رحت فرجته؟ خايفة عليه؟ شوف أنا مشيت معك بكل شي وطلعتك، بس إذا بتكون يا نوري. خايفة عليه ولا علي؟ شو قصدك؟ قصدي لازم تنتبهي لحركتك وتصرفاتك. لك أنت معقول محاسس فيه؟ محاسس كيف عم بتشنطط معك هون وهون؟ شو بدك هلا؟ بدي لاقي حل، وهلأ بدي أعرف شو عملت مع مروان. فكرة انك ماسكتيني من الايد اللي عم تجعني لانه الذهبات مخبئين عند اهلك. لك تضرب انت والذهبات والساعه اللي طاوعتك فيها. ايه نوري طلعني مشان الله. لا تجني، خلينا عاقلين مشان ما تضطريني غير الخطه. وهيك شفت دموعك مروان، وهيك. والله يا مروان اللي عم تسويه معنا ما بينتسى. ما بكفي خسرنا كل شيء؟ أقل منا نكسب بعضنا؟ قال لك نوري عن الحفرة؟ مالك شايفة كيف مقهورة على ضياع الذهبات؟ على كل ما في مشكلة. جايب معي سندويش وكولا، تعال نتعشى. مروان شو بدك؟ بدنا نتفق. لا تخافي نوري بسابع نومي، انا حطيت له منوم.
والله يعلم انت فيه. مروان انت عندك شهامه وانا متاكده من هالشيء. انا وحده متجوزه. انا مو مثل جوزك اللي رضي تجي تنامي ببيت واحد غريب ما بتعرفيه. بترجاك يا مروان بترجاك تطلع. لا ترجيني يا سلاف، انا مشكلتي مو معك، انا مشكلتي مع جوزك يلي عم يكسب علي ومفكر حاله انه عم يتشاطر. بدي الذهبات والمصاري الليله. انا ما دخلني يعني الذهبات ما بعرف وينهم، المصاري نحن لازم نتفق بكره ببيعك. اصلا بتعرف لي السفر برات البلد مشان لاقي طريقه اصرف فيها الذهبات ورجع لحتى ياخذهم ويتركك. اسمعيني، انا وضعي مثل وضعك، نحن ديناتنا ورطنا هذا الكلب، انا بعرفه اكثر منك. فهمي حكي سلافي منيح ولا تخافي، انا قاعد برا. بدي مفيد اخوها لسلاف، شو قلت لي بيشتغل؟ بيشتغل بمحل المس يا سيدي. طيب جيب لي اياه. حاضر سيدي احترامي. صباح الخير نقيب فوزي. شو الاخبار؟ ليك عم فكر ما اكتفي بمراقبه بيت اهلها لسلاف، رح اجيب اخوها واختصر الطريق. لوين يا ميسر؟ ولا شو عم تتغندري اكثر من اللزوم؟ رايحه لعند بيت اهلي. شو باني انا؟ شو باني كلني مجعلك؟ مشان الله يا سلاف لا تخلي راسي يجعني اكثر من هيك. فيك تقلي شو لسه عم نستنى؟ من لما اجينا وما عملت شيء. والمباحث؟ شو عرفك انه المباحث عم تسأل عنك؟ لأنها مباحث لازم تكون عم تسأل عني. ليش لازم؟ المباحث اللي عم تسأل عنك مشان السرقة، مو لازم تسأل عن مروان؟ هاد هو بيته ما غيره. انت كذاب يا نوري. شو رأيك تعملي لي فنجان قهوة؟ أحسن ما خربط لك الفاترينة تبعك. في قهوة برا، مروان قاعد عم يشرب. وأنا بدي روح حتى لو خربت الدنيا. لحظة لحظة يا مدام يا محترمة، كأنه فهمت منك عم تشربي قهوة ما عرفي عمري. ما دخلك. شو؟ ما دخلني؟ أصلاً لو عندك زوج ما بتجيب مرتك على بيوت الناس بهي الطريقة. لعلمك أنا ما عاد بقبل إلا بورقة الطلاق. آه والتمام؟ بتعرفه. شو براسي؟ في شي غلط اليوم صاير، في شي غلط. مالي عادي أصحى هيك؟ اصحى على مهلك. استني شوي. ليك لو بدي روح من حالي كنت تركتك نايم ومشيت، بس استنيتك لتصحى لخبرك وين انا. انا عند اهلي وعم بستنى ورقه الطلاق. بدك تلهفي الذهبات انت واهلك يا مدام؟ انا لا سرقت ولا بدي ذهب. بتسلمني ورقه الطلاق بسلمك الذهبات، ويا دار ما دخلك شر. ولا بتريدني اقول لمروان وين لسه مخبي المصاري؟ شو عليه؟ شو عليه يا حبيبي؟ فيك تروحي. كتر خيرك يا مروان. وخيرك. فوتي لجوا. نوري شيل السلاح من ايدك. انت ما تتدخل واعطيني مفتاح البيت. نوري اعطيني مفتاح البيت. فوتي لجوا، فوتي! لا تتعب حالك، الباب تسكر بالمفتاح، ما كانت رح تقدر تطلع. تضربي لجوا، ضربي! اختك سلاف وينها يا مفيد؟ مسافرة سيدي، ليش في شيء؟ وين مسافرة؟ ما بعرف، اجت على البيت ودعت امي وقالت لها انه مسافرة ضروري. حتى انا ما شفتها وقت السافرة لانه كنت بشغل. ومن وقتها ما اتصلت فيكم؟ لا ولا مرة.
عفوا سيادة الرائد، شو القصة؟ ليك مفيد، نحن عنا معلومات كتير عنك وعن والدتك وعن اختك، والواضح انكم جماعة قوادم. الحمد لله يا سيدي. صهرك نوري متورط بقضية سرقة كبيرة، فبتتوقع تكون اختك متورطة معه ولا شو؟ اختي؟ أعوذ بالله يا سيدي، اختي ما ممكن تمد ايدها على مال حرام بنوم. إذا الحكي اللي عم تحكيه مزبوط بدك تدلنا وينها. سيدي شوف مفيد، نحن رح نقبض عليهم، رح نقبض عليهم إن كان هلأ وإن كان بعدين، بس في فرق بين إنه نحن نقبض عليهم أو تسلمونا ياهم. إذا ما سلمتونا ياها لأختك نحن مضطرين نحطها بالحبس. شو؟ سيدي الله يوفقك. لا يعني أنا بعرف لأختي ما ممكن تمد إيدها. عندك طريقة واحدة إذا بتحب تساعد أختك، بتدلنا وين متخبية، هذا إذا كانت جوات البلد. لو ما كنت مأمن إنه عاصم انقتل والمباحث ما أخذت منه لا حق ولا باطل ما كنت جيت لعندي لهون. مزبوط، كانوا كمشوك، بس هلا مشان تطمنوا وأنتم ميتين ويرتاح ضميركم، هذا إذا كان عنكم ضمير، وتسلموا هالروح الوسخة، بحب خبركم إنه عم استنى واحد هلا ياخذ الذهبات ويجيب لي المصاري. اقبضن وسعيدة يا أبا. بدك تقتلني يا نوري؟ الله يخزيك يا شيطان، قطعتي لي قلبي وغرغرت الدمعة بعيوني. لو كان جايبك لهون لسواد عيونك انت وحبيب القلب، بحب خبرك يا مدام يا وفية انه مفتاح بيت اهلك اللي ضيعتيه معي بالحفظ والصون والذهبات انا بعرف وصل لهم، مشان تعرفي تقعدي انت ورفيق عمري تاخذوا تعطوا بالحكي. خبريني لشوف، اتفقتي معه على الطلاق ما؟ لك انت واحد ندل، بدك تعرف ليش راسك عم يوجعك؟ مروان عطاك منوف، ولو بده يقلل ضمير كان قتلك، بس ما غدرك. عم تتوانسي انت وياه بالليل؟ ولك انت شو؟ انت شو؟ هذا اللي كان مخطط له جوزك سلاف، بس ما كان حاسب حساب المنوف، كان بده يتهمنا ببعض بعد ما اختفيت من بيت أهلك لحتى يتخلص منا. عم تفاجئني بذكائك يا درسان. تحركوا لجوا الغرفة، تحركوا! يلا 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 بسرعة 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 قدامي عشان نحكي جوا. نوري مشاء الله نوري. بسرعة نوري مشاء الله يا نوري. نوري نوري. يعني ممكن تطلع برات الموضوع؟ طبعا، هلا هي تعتبر متسترة، بس القانون بيحميها والمحكمة ما بتحكمها بسبب رابط القرابة، فساعدوا أختكم وكسبوا سمعتكم. حاضر سيدي، نحن فعلا ما كنا بنعرفه ولا بنعرف شو صاير، بس مبارحة بالليل شي الساعة واحدة. سلاف انت جيتي؟ وينو جوزي؟ بعدين مفيد. كتر خيرك يا مروان، شهامتك ما رح انسى لك اياها كل حياتي. هذا كرمال امك. يلا هي امنت عليك، تصبح على خير. انت بخير الله معك. فوتي 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 لشوف. حكت لنا كل شيء، كنت بدي روح اذبحه لهذا الواطي، بس امي ما خلتني، ولقينا طريقة إنه نطلع أختي برات الموضوع، إنه تروح وتساوموا على الطلاق مقابل الذهبات، وإن شاء الله بعدين تتعلق مشنقته. تعرف العنوان؟ معلوم بعرفه، ما أنا وصلت الصبح ورجعت. معتقد انه نفذ بجريمته وما رح حدا يكشفها لبعد ما يروح يجيب الذهبات من عند بيت اهل مرته. حسب اتفاق مرته مع اهلها اكيد هو ما عنده خبر انه كانت عندهم. مزبوط، والقذر متشاطر لحتى تبين جريمه شرف،
وحاططهم جنب بعض على التخت. ما خطر بباله على السرعة انه الطلقات مخترقة التياب. معناتها هدفه الجاي اكيد رح يكون الذهبات. وهي مهمتك هلا نقيب فوزي. جهز الكمين بالطريقة اللي بتشوفها. انت هلا لازم تنظم الامور عندهم. وانتبه ما يكون في اي مظهر من مظاهر الحزن، لانه احتمال كبير يكون عم بيراقب. فعلا مثل ما انت حكيت، هو مفتكر انه الجريمة ما رح تنكشف بسرعة. انا متوقع انه اليوم يروح يسرق. سعد جميل، جيب لي مفيد اخوه للمخدورة. شفتوا غلطتكم يا مفيد، يعني لو اجيتوا خبرتوا من امبارح قديش كنتوا وفرتوا عليكم وعلى غيركم. قلة العقل سيدي، قلة العقل، خوفنا على اختي. بدك تساعدنا يا مفيد، بدك تساعدنا وبدون تهور. حاضر سيدي. اهم شيء هلا بدي اياك ترجع على البيت وتتصرف بشكل طبيعي جدا، واهم شيء ما تخبر امك. انت قادر تضبط حالك، بس امك اذا دريت ما حدا رح يقدر يهديها. واهم من هذا كله انك لما تدخل على البناية ما تتلفت يمين وشمال، احتمال كبير يكون نوري عم بيراقب. فهمت يا مفيد؟ فهمت سيدي، فهمت. ما بدنا نغلط مرة تانية وندفع ثمن جديد. وقف على حيلك ولا حركة. الأستاذ ممثل النيابة أكمل. شكرا سيد الرئيس. إذا كان السيد محامي الدفاع يريد أن يحاكم المتهم من زاوية العواطف، فإني أقول إن القانون لا يعرف العواطف، وإنما يزين الأفعال بمثقال بعيدا عن هوية أصحابها. فإذا ألقينا نظرة على ما ارتكبه المتهم من أفعال، لا شك بأننا سنجده يشكل جرائم بشعة تستهجنها الأخلاق قبل القانون. ولذلك سيد الرئيس، السادة المستشارين، يتضح لنا من عرض الوقائع أن ما فعله المتهم نوري يشكل الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 621-622 بدلالة المادة 208 من قانون العقوبات، وكذلك بالمادتين 534-335، والحكم عليه بالإعدام. شكرا سيد الرئيس. الجلسة الآن للنطق بالحكم باسم الشعب بالتدقيق وبالإجماع. قررت المحكمة ما يلي: أولا، سقوط الدعوى العامة بحق المغدورين مروان وعاصم لثبوت الوفاء. ثانيا، تجريم المتهم نوري بقتل زوجته المغدورة سلاف قصدا. ثالثا، تجريمه بجناية تشكيل عصابة مسلحة لارتكاب السروقات الموصوفة. رابعا، الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بجهة ارتكابه جرائم السرقة. خامسا، تجريمه بقتل المغدور مروان عمداً. سادساً،
الحكم عليه من حيث النتيجة بالإعدام، ذلك لجهة ارتكابه جنايتي القتل العمد. سابعاً، إعادة المال المسروق والمودع في الأمانات لجهة الادعاء الشخصي قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بطريق النقد صدر وأفهم علناً. رفعت الجلسة.